ثلاث رحلات للحجاج الجزائريين وصلت لمطار جدة، ومنذ لحظة الوصول تولت البعثة كل شؤونهم من نقل وتوجيه وإسكان بفنادق مكة وحتى إتمام مناسك العمرة في أحسن الظروف. أشكر البعثة الجزائرية، أشكر الدولة الجزائرية، أشكر الدولة السعودية، بارك الله فيكم. بعثة كاملة راهي قائمة بالواجب تاعها، رانا جينا في الطيارة مرتاحين، فرحوا بينا، قاموا بينا من المطار حتى هنا، فرحوا بينا، يكثر خيرهم وبارك الله فيهم، جزاهم الله من خير، ونشكروا ديما الرئيس تاعنا تبون. والحمد لله اللي اخترنا هذا يعني الديوان الوطني للحج، ونشكر الدولة الجزائرية على الاستضافة وش قاموا بينا هنا. نقول الحقيقة يعني والله الحمد لله يا ربي، ونشكر ونتهلا فينا خيرات ربي، وش لقينا صح والحمد لله يا ربي. ونشكر الدولة الجزائرية اللي دارت لنا قيمة من ضمن الدول الأخرى. سخرت الدولة الجزائرية كل الوسائل للحجاج لإنجاح هذا الموسم، لما لا إنجاح من اليوم عملية الحج إلى نهايته بإذن الله. هو إذن اليوم الأول بمكة المكرمة لحجاج الجزائر، وقد تمت أهم مرحلة وهي الإسكان بسلاسة تامة بفضل الحجز الإلكتروني الذي تم إجراؤه مسبقاً. ولأول مرة تفعل بطاقة نسكي، وهذا شيء جميل. أتمنى لحجاجنا الميامين إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. هذا وينتظر وصول رحلة جديدة للحجاج الجزائريين تباعا إلى مكة المكرمة، والظروف والتحضيرات نفسها ستكون في استقبالهم بدءا من المطار وإلى غاية الإسكان.